صباح الخير، صباح المحبة، صباح النعمة، صباح البركة. كل سنة وانتم طيبين. احنا في هذه الأيام بنحتفل بذكرى موت وصلب وقيامة المسيح. الحقيقة احنا مش بنحتفل في هذه الأيام دي فقط، المفروض ان احنا بنحتفل بيها طول الوقت طول الوقت، لأن بموت المسيح صار لينا حياة، وبقيامته صار لينا رجاء. هاخد عدد يوحنا 19:28، يقول: بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. أنا عايز أقول إن كل حاجة حصلت في الصليب الكتاب اتكلم عنها منذ مئات السنين قبل ميلاد المسيح. باختصار في دقائق هقول ايه الحاجات اللي تمت في صلب المسيح وتنبأ عنها الانبياء منذ اكثر من 700 سنه قبل الميلاد. نلاقي خيانه صاحب في مزمور 41:9، خيانه صاحب، مش عايز اقول صديق لانه قال له يا صاحب. مزمور 41:9، دي المزمور، المزامير دي اتكتبت قبل الميلاد ب 900 سنة. يقول: أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبه. الحاجة الثانية، بيعه ب 300 من الفضة، ب 30 من الفضة، وكمان الثمن ده اتدفع لحقل الفخاري. نلاقيها فين؟ في زكريا 11:12، زكريا 11:12 12 و 13. فقلت لهم: إن حسن في أعينكم فاعطوني أجرتي، وإلا فامتنعوا. فوزن أجرتي كام؟ طلعت 30 من الفضة. عدد 13، فقال للرب: ألقها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي سمنوني به. الأمر الثالث اللي حصل في الصليب، الشهادة زور، نلاقيها في مزمور 35:11، شهود زور يقومون وعما لم أعلم يسألونني. شهود زور يقومون، ده حصل قبل ميلاد المسيح ب 900 سنة. قالوا إنه في شهود زور هيجوا يقومون عليا. كمان ساق بإيديه ورجليه، نلاقيها في مزمور 22:16، هاخد الجزء الأخير فيها: ثقبوا يدي ورجلي، ثقبوا يدي ورجلي. هلاقي كمان في إنهم يقترعوا على ثيابه، نلاقيها في مزمور 22:18، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. كل ده قبل مئات السنين من صلب المسيح. كمان صلبوا بين اللصوص في أشعياء 53:12، يقول: أحصي مع أسمة وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. كمان عطش، ودي اللي هو قالها في الآخر، لكي يتم الكتاب، عطش وشرب الخمر الخل. يقول في مزمور 69:21، ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. مزمور 69:21، وفي عطشي يسقونني خلا. كمان لما جم يكسروا ساقي الاثنين اللي اتصلبوا معاه، جايين يكسروا ساق المسيح لقوا انه مات فما كسروش ساقه. ده علشان في آية في الكتاب بتقول ان في مزمور 34:20، يحفظ جميع عظامه واحد منها لا ينكسر. كمان يكلمنا عن جنبه المطعوم في زكريا 12:10، فينظرون الى الذي طعنوه وينحون عليه كنائح على وحيد له. كمان بيتكلم عن القيامة، القيامة نلاقيها في مزمور 16:10، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا، يرى فسادا. مزمور 30:3، يا رب أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجب. آخر حاجة هوشع 6:2، يتكلم عن اليومين وإنه يقوم في اليوم الثالث، يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحي. عشان كده الكتاب يقول لكي يتم الكتاب
قال أنا عطشان، وبعدين قال قد كمل، كل اللي اتقال هو كمله، عشان كده قال قد أكمل وأسلم الروح. المسيح مات كي يحيينا، المسيح أهينا كي يعطينا كرامة ويصير لنا سلطان لكي نكون أولاد الله. المسيح نكس رأسه لكي ما نرفع نحن رؤوسنا أمام أعداءنا، وهو صعد إلى السماء. صعد ليه؟ عشان يعد الكنيسة مكان. ما فيش واحد آمن بدم المسيح وهيروح فوق يقول له خلاص الأماكن خلصت. كل واحد ليه مكان. كمان بيعمل إيه تاني؟ وبيشفع لينا. لما بتغلط بيشفع ليك قدام الله الآب. فدم المسيح دم يطهر من كل خطية. تعالوا نصلي. كل اللي هو الاحتفال يا أحبة مش إن احنا نعمل بعض طقوس ونحتفل بالمسيح. الاحتفال الرئيسي والاحتفال القوي إنك أنت تاخد دم المسيح، إنك تؤمن بالمسيح. يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ليه؟ لكي لا يهلك مين؟ كل من يؤمن به. لكن اللي ما أمنش بصليبه، ما أمنش بدمه، دمه ما غطهوش، هيهلك. أتمنى أن كل اللي موجودين قدامي وكل اللي بيشاهدوني يكون آمنوا بي حتى ما تكون لهم الحياة الأبدية. إله العظيم أشكرك أشكرك أشكرك، أباركك لأجل دمك اللي غطاني، لأجل لباس البر ولباس وثياب الخلاص التي أعطيتني إياها بعد أن عروك أنت. أشكرك إلهي من كل القلب لأنك رفعت رأسي، لأنك جلستني مع أشراف. أشكرك أباركك أعظمك يا رب. الواحد مش قادر يتخيل إزاي أنت ملك الملوك ورب الأرباب تسمح لخدام وعبيد أن يهينوك ويبصقوا عليك، ولكن فعلت كل هذا لأجلي، لأنك تحبني. أشكرك أباركك أعظمك سيدي. يا رب اجعل دمك يغطي كل من يسمعنا الآن. يا رب الهدف من الصلب مش عيد نحتفل به، إنما خلاص لنفوس كثيرة ميتة في خطاياها لتقوم وتحيا. من فضل جلالك باركنا في اجتماع اليوم، وبارك أخونا ناصف يا رب. من فضلك اجعل كل الترانيم وكل الكلمات الخارجة من فمه تكون ممسوحة بالروح القدس. ادينا اجتماع غير عادي يا رب في هذا الصباح. أعطينا يا رب أن نخرج جميعا ونقول حقا قد رأينا الرب، وكل من يشاهدنا يقول أيضا معنا حقا قد رأينا الرب. من فضل جلالك يا رب فيض فينا الآن، وامسح الاجتماع كله بروحك القدوس يا رب. في اسم يسوع في الدم الكريم استجب لكل المجد، آمين. دلوقتي أخونا ناصف هياخدنا في سياحة طوال ساعتين. يمكن ناس كتيرة يعني بيبقى أمنيتها أنها تقعد قدام الصوت الرائع ده بتاع الأخ ناصف، اللي هو وأنا في جامعة في أسيوط كنت دايما بشوفه في الكنيسة الإنجليزية. ولما كنت أسمع أنه في الكنيسة الإنجليزية الأخ ناصف يعني يكون عندي امتحانات كنت أروح، لأني بستمتع قوي بصوته العذب. الحقيقة هو موهوب، موهوب بحق، مش زي كتير من المرنمين اللي هو الموضوع عندهم ما هو عزف آلة وشوية كلمات، لكن هو مختبر. عشان كده الترنيمات بتطلع فيها اختبار وفيها مسحة. أشكرك نباركك ربنا يباركك يا أخونا ناصف، وإحنا مواثقين إنه هيكون الاجتماع مولع بالروح القدس. آمين. شاكر الرب من كل القلب وجودنا في حضرته، وشاكر الرب لأجل وجود حضراتكم، وشاكر الرب لأجل السادة المشاهدين معانا. أنا مستني الرب النهاردة يباركنا ببركة خاصة، وشكرا على الكلام اللي في التقديم. الرب صاحب الفضل في كل الأمور.
يعني من يخدم فكما من قوة يمنح الله. ده احنا واللي بيتكلم كأقوال الله احنا ما عندناش حاجة نعرف نقدمها من نفوسنا، لكن تعالوا في الوقت اللي جاي يعني بنعمته تعالوا نتهلل بعظمة ما يصنع، ما صنع معنا وما يصنعه أيضا في طول الوقت اللي جاي. تعالوا نبتدي بترنيمة بتقول ملك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا. كتب الترنيمة دي قل له انت عالي فوق كل اسم مهما يكون. أشجعك يا شعب الرب، أشجعك من جديد، تعالى صدق الرب، تعالى صدق عظمته، تعالى صدق كلامه، تعالى صدق ما صنع لأجلك. تعالى النهاردة اجتهد انك تفكر في أمور الله مش في أمور العالم. أمور العالم يعني مزعجة، مش هقول سيئة بس هي سيئة لكن مزعجة جدا. تعالوا النهاردة في موضع خلاء لنستريح قليلا. يلا جربوا معايا، تعالوا نقول له نشكرك من كل قلب. ملك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا والجبال بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. ملك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا والجبال بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. شكرا. الأنهار بتسقف لك، كل الآلات تعزف لك، ويا رب بكلمة منك كل الملوك تخضع عضاك. انت عالي فوق كل اسم ما يكون عالي، فوق السحاب ومالي الكون عالي. هتشوف ملكك كل العيون عاد. عنه تاني. انت عالي فوق كل اسم ما يكون عالي، فوق السحاب ومالي الكون عالي. هتشوف ملكك كل العيون عالي. تعالوا نهتف له الهتافة الجميلة دي، تعالوا نشكره من كل القلب، تعالوا نعظمه نملكه من كل قلوبنا على كل قلوبنا. يستحق النهاردة هذا التمجيد، هذا التعظيم. يلا جربوا نرنم له هذه الكلمات، قولوا معايا. مخلصي ذبح على الصليب رفع، حملت اللعنة. شكرا يا رب. العمل أكمل والشيطان سحق، مجدا لك مجدا لك. قولوا معايا. مخلصي ذبح على الصليب رفع، حملت اللعنة. شكرا يا رب. العمل أكمل والشيطان سحق، مجدا لك. هاليلويا. مجدا لك، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص للتمام. مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص للتمام. رنم يا شعب رب. تحرر نعم، تشفي نعم نعم، نعلن إيماننا لا تتغير لا تتأخر. نؤمن بك نؤمن بك. تحرر نعم، تشفي نعم نعم، نعلن إيماننا لا تتغير لا تتأخر. نؤمن نعم نؤمن بك. ما
مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص للتمام. مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص للتمام. قولوا يا شعب الرب، نحن نرفعك ونسبحك، فيك أماننا. شكرا يا رب على حياتنا، على أبوابنا، دماؤك دماؤك. نحن نرفعك ونسبحك، فيك أماننا. نعم على حياتنا، على أبوابنا، دماؤك دماؤك. مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص للدماء. مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص للدماء. آخر عدد في الترنيمة دي بيقول نحن نرفعك، زي ما كنا بنرنم من شوية، انت عالي فوق كل اسم. بس اللي عارفين ده، زي ما هنتكلم النهاردة، اللي عارفين ده شوية ناس عندهم هذا التقدير لإلههم وعظمة ما صنع. يمكن الآخرين شايفينه زي ما كتير بيكتبوا، يعني إزاي إلهكم يموت؟ إزاي إلهكم يتصلب؟ إزاي إنه يقبل المهانة؟ وتيجي تحكي له مش عارف يستوعب. إلا اللي منهم عايز يلاقي الرب. وبشكر إلهي جدا لأجل الناس اللي موجودين النهاردة في السوشيال ميديا، في التواصل الاجتماعي، اللي بيحاولوا يشوفوا ويقابلوا الرب، واللي فيه منهم فيهم بيسمع وبيرجع. وبشكر الله جدا لأجل عظمة، يعني النت مزعل ناس كتير والفيسبوك مزعل ناس كتير. أنا بالنسبة لي شايف أنه ربنا مستخدمه استخدام هايل، أو على الأقل في حدود معينة لعمل الله في استخدام. وأنا النهاردة وإحنا بنرنم نحن نرفعك، أنا عايز نرنمه تاني. حط في ذهنك مش بس أنك تعلي زي ما كنا لسه بنقول، حط في ذهنك بيتك وحياتك. كتب الترنيمة يقول على أبوابنا، على حياتنا وعلى أبوابنا دماؤك. وأنا مصدق قوي أنه لما تبقى عظمة صنيع يسوع المسيح على بيوتنا وولادنا محميين في اسمه، مهما صلنا لهم عشان ظروفهم تبقى كويسة أو عشان ينجحوا في الحياة، أروع صلاة صليها لأجلهم أنهم يبقوا في المسيح، مش مجرد في المسيحية لكن في المسيح. تعالوا نرنم العدد ده مرة كمان. لما تيجي تقول نحن نرفعك، افتكر الترنيمة اللي رنمناها من شوية، بيقولوا أنت عالي لكن أنا أعليك في قلبي وفي ذهني وفي ضميري وفي كلامي. لما الناس تيجي تسألك ظروفك وأخبارك إيه وإزاي حياتك وأمورك، ما تقولش أهي ماشية، ما تقولش هنعمل إيه، أهو الله ودي حكمة. لا، جرب تقول عن إلهك صالح، أشكر إلهك، قول لي يا إله صالح، عارف بيعمل إيه معي. علي الرب في كلامك، علي الرب في تفكيرك، ادي له حقه مكانه ومكانته. تعالوا نقول له نحن نرفعك وبنشوف هنعمل إيه تاني. يلا جربوا معايا، نحن نرفعك ونسبحك، فيك أماننا. شكرا يا رب على حياتنا، على أبوابنا، دماؤك دماؤك. نحن نرفعك ونسبحك، فيك أماننا. أشكرك على حياتنا، على أبوابنا، دماؤك دماؤك. مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص للتمام. مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص للتمام. قولوا معايا الترنيمة دي، لولا موت الصلب يا فادي، لولا حبك وقت عنادي، عند الصليب الصوت بينادي،
صوتي خلي القلب اشكرك لولا موت الصلب يا فادي لولا حبا وقت عنادي عند الصليبك صوت بينادي صوتي خلي القلب شكرا يا رب انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي انت نوري وكل حياتي مين كان غيرك يمحي أثامي يحمل عاري وينهي ألامي مين كان غيرك يشفي سقامي مين يخلي القلب يقول مين كان غيرك يمحي أثامي يحمل عاري وينهي ألامي مين كان غيرك يشفي سقامي مين يخلي القلب قولوا معايا انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل اشكرك انت نوري وكل حياة قولوا عني اتحمل صلب بدالي شكرا يا طهر قلبي وغير حالي خلى صوت القلب اشكرك اتحملت الصلب بدالي كان الدم التمن الغالي طهر قلبي وغير حالي خلى صوت القلب هاليلويا انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري انت نوري وكل حياتي انت نوري وكل حياتي انت نوري وكل حياتي واحد زمان من ناس الجمعية في أسيوط زمان كان اسمه عم نصر يعقوب يعني أنا كنت صغير قوي وقتها وسمعت عنه حكولي عنه قال كان وقت صعب جدا في حياته وكانت أموره صعبة وكان راجل بسيط جدا بيشتغل في مجلس المدينة وكانت إمكانياته ضئيلة جدا جدا زوجته توفت وهو ولاده صغيرين قوي ما كانش متعلم أخوه كان متعلم ده اللي أنا سمعته عنه وكان بيشتغل في التجارة لكن هذا الأخ البسيط كانت إمكانياته بسيطة جدا لكن كان بيكتب ترانيم حلو كتب ترنيمة مخلدة باسمه الحقيقة بتقول كده أنا 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 للرب أهتف له من كل القلب تعال هنا يا عم هو انت مش ظروفك صعبة ومتألم ومنزعج وإمكانياتك ويعني ما فيش عندك حاجة تخليك تهتف يعني من كل القلب يقول لا ده انا عايز اسمعك ده انا على حساب النعمات قد سترت خطياتي وعلى حساب النعمات صرت له وهو لي اول عدد في الترنيمة دي يقول له وجه نظري يا حبيب الى أنا مش عايز أقعد أبص على الناس وظروفها واللي حاصل في واحدة مكتوبة بالأبيض والأسود كده عندي هتلاقيها أو الأبيض الأزرق حاجة كده أنا عايز أشجعك جدا في الكلمات دي عشان حتى لو ظروفك واحد امبارح قال لي في التليفون بالليل يعني امبارح خدمت الصبح وبعدين جي حد يعني بيكلم زي ما الناس عادي كده تتكلم ربنا يباركك وكلامه قال لي بس أنا ما كنتش عارف أفرح رغم أنك يعني وبعدين أنتوا مش يوم الجمعة الكبيرة دي لازم تبقوا حزانة كده ويعني قلت له الحقيقة يعني أنا على فكرة ما أعرفش هذا الشخص يعني لكن يمكن هو بيسمعني دلوقتي لكن الغريب اللي في القصة وبقول ده يعني
قلت له أنا الحقيقة كل ما انظر للرب نفسه أفرح وأبتهج وأعطيه المجد. أما الموضوع أن احنا نحزن في يوم الجمعة الكبيرة وسموها الناس الجمعة الحزينة، ما عرفش ليه، مع أنه بالمناسبة هي كلها تواريخ الناس، لكن بغض النظر، لكن هي بالنسبة لي أنا هي جمعة عظيمة إنجاز التعبير. أنا هشكر الله جدا لأجل عظمة ما صنع بغض النظر عن ظروفي. سأل لي حاجة غريبة اللي أنا بذكر القصة لأجلها، قال لي أنا مش عارف أفرح. فقلت له الناس كلها تعبانة اليومين دول، أنا بحاول يعني أمشي، أنا معرفوش، معرفش حاجة عنه يعني. أتمنى أنه ما يزعلش مني لو هو سمع، بس هو ما أنا مش قايل هو مين، فما يزعلش مني أني أنا بقول كده. أنا لقيت نفسي عايز أقول له أنت ليه مركز على نفسك وقاعد حاطط جوه ذهنك أمور صعبة وعمال تتألم وعدو الخير يشوفه على فكرة لما يلاقينا، عارفين كلمة فيني وجعك؟ أول ما عدو الخير يعرف فيني وجعك يضرب ويقعد يوجع بزيادة. أنا النهاردة عايز أشجعك، مكتوب عنه كده أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. تعالوا النهاردة نبتهج بعظمة ما صنع، زي ما كان بيقول أخونا الحبيب في تقديم الخدمة، اللي عمله الرب لأجلنا أمر النهاردة يخلينا نهتف له من كل القلب. أكمل بس القصة بتاعت أخونا ناصر يعقوب، عدد 4 في الترنيمة دي يقول أهلله وأرنمه. ايه ده يا عم، هو انت مش تعبان وظروفك صعبة؟ لا لا، ده انا قلت اصل في الاول وجه نظري يا حبيب الى جمالك العجيب واحصرني في شخصك لانظرن للصليب. عدد 4 يقول اهلله وارنمه. وانا النهاردة ادعوك حضرتك لو هنا في المكان او معانا في اخر الدنيا، اتهلل. ليك الحق النهاردة على حساب تأوهات يسوع المسيح على الصليب، على حساب حمله لهذا الوجع، النهاردة إنك تتهلل وترنم. آخر عدد في الترنيمة جميل قوي، يشرح لك هو كان بيفكر في إيه. يقول وإن فقدت أحبابي، بيتكلم على زوجته اللي فرقت الحياة، وإن تركني أصحابي، مصل الفقير لا يتنادى ولا يتهادى ولا تتسمع له شهادة. مش كده بيقول المثل الشعبي اللي زي بعضه ده؟ لكن بيقول إن فقدت أحبابي وإن تركني أصحابي وإن خسرت أموالي يبقى يسوع. أنا أشجعك النهاردة تهتف له من كل القلب. يلا نقف سوا، يلا نهتف من كل القلب، يلا نفرح مع بعض، نفرح بإله أعد لنا هذا الهتاف والفرح على حساب تأوهاته على الصليب. يلا جرب ترن معايا. أنا للرب أهتف له من كل القلب. شكرا. أنا للرب أهتف له من كل القلب على حساب النعمة، على حساب النعمة قد سترت خطيئتي، على حساب النعمة صرت له وجه نظري يا حبيب إلى جمالك العجيب. أمين. وجه نظري يا حبيب إلى جمالك واحصرني في شخصك لأنظرن للصليب. واحصرني في شخصك لأنظرن له كل المجد. أنا للرب هاليلويا أهتف له من كل القلب. شكرا يا رب. أنا للرب أهتف له من كل القلب، من القلب على حساب نعمتي صوت سترى خطيئتي، على حساب النعمة صرت له أهلل وأرنم لك يا سيد أسجد. أهلل وأرنم لك يا سيد أسجد شاكرا
وعبدا كل حياتي كل حياتي أمجده شاكرا وعبدا كل حياتي أمجده. قول معايا أنا 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 للرب أهتف له من كل القلب أنا 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 للرب أهتف له من كل القلب على حساب من نعمته قد سترى أشكرك من القلب على حساب من نعمته صرت له وهو لي وإن فقدت أحبابي ما تخافش إن تركني أصحابي وإن فقدت أحبابي وإن تركني وإن خسرت وإن خسرت أموالي يبقى يسوع يبقى يسوع الكل لي وإن خسرت أموالي يبقى يسوع الكل. هلل للرب أنا 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 للرب أهتف له من كل القلب أنا 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 للرب أهتف له من كل على حساب النعم على حساب بالنعمتي قد سترى خطيئتي على حساب بالنعمتي صرت له وهو لي. استريحوا. نعم أهتف له من كل القلب نعم أهتف له من كل القلب نعم سأهتف له من كل القلب. كاتب الترنيمة كان بيقول شاكرا عابدا كل حياتي أمجده بيقول أهلل وأرنم لك يا سيدي أسجد. بالمناسبة السجود ده حبايب مش انحناءة الركبتين، لو على انحناءة الركبتين حواليك الناس بتسجد أكتر كتير مما تتخيل، لكن القصة لها دعوة بسجود القلب ولها دعوة بسجود سجود النفس والخشوع والخضوع قدام الله. عشان كده الترنيمة الجميلة فيها تهلل للرب بشكل عظيم وشكر. أول الترنيمة يقول نشكره كل حين، بس لما يجي يشكر أول حاجة يشكر مش عشان ظروف الحياة، بيقول له كده وهو بيقول نشكره كل حين إلهنا الأمين، يقول من أنعم بالفداء الثمين. أتاري الحكاية تبتدي في الشكر من إحساسي بعظمة عمل المسيح لأجلي. هقول تاني لما تيجي تشكر، عارف لو أنت هتشكر عشان شوية الظروف وممكن بكرة الظروف دي تبقى عكسها، لكن لما تجرب تعيش في حالة شكر، في ذبيحة يا حبايب اسمها ذبيحة الحمد. ذبيحة الحمد اسمها إيه؟ ذبيحة الحمد. ذبيحة الحمد دي مش مجرد واحد بيشكر على موقف، لكن دي حالة شكر ورضا مستمر قدام الله عن كل ما يصنع في كل وقت. وعشان كده ذابح الحمد يعمل إيه؟ يمجدني. وأنا النهاردة في مزامير في الكتاب المقدس اسمها مزامير حمد، زي مزمور 100 مزمور حمد، وكل الناس اللي فاهمة ده مش بيقولوا الحمد لله هي هنعمل إيه لا خالص، لكن عندهم حالة حمد مستمر ورضا عن كل ما يصنع الله في حياة الناس. لا لازم تسمع أكتر في التنيمة دي اللي أولها بيقول نشكره كل حين نشكره كل حين. أنا ما اديتهاش لست الترانيم فهي غصب عنها، بس أنا مش بعرف أمسك لست الترانيم وأقعد أمشي عليها. أنا اللي بيقوله لي الرب بقوله، واللي بيكرمني بيه الرب بحكيه. كاتب الترنيمة دي يقول كده، لما نيجي نشكر هنشكر على الفداء، شاكرين على كل شيء في كل حال طبعا، لكن من أنعم بالفداء الثمين. من ضمن الحاجات الجميلة اللي في قرار الترنيمة دي يقول هللويا مجدا هللويا شكرا هللويا نسجد. نرجع تاني لموضوع السجود، يا شعب الرب اتعلم انك تخضع وتسجد، مش سجود القهر زي ما كانوا بيعملوا الملوك في الناس بتوعهم زمان، ولا سجود الفرض زي ما ناس كتير حوالينا بتعمل، لكن اشجعك يا شعب الرب تعالوا نسجد بشكر
زي ما كنت بحكي لكم لسه من شوية في الترنيمة اللي فاتت عن واحد ربما ظروفه تخليه في وقت من الأوقات يحزن ويكتئب وينحني ويقعد يقوه. بالمناسبة احنا لما نيجي نرنم احنا عندنا هذا النوع من اليقين اللي خلينا نرنم الفرح، نرنم الشكر، مش نرنم الوجع. اوعى، انا مع احترامي طبعا للترانيم اللي فيها ظروف يا رب ما اصعبها واسمع صراخي، مع احترامي للترانيم دي، دي ترانيم المخدع يمكن الناس تحب تقوه فيها في المخدع، لكن انا مش هرنم وجعي، هرنم عظمته، مش هرنم ضعفي، هرنم قوته، مش هرنم خزلاني، هرنم مجده سلطانه. يلا يا شعب الرب تعالوا نشكره كل حين. امين امين. ماشي، ولا حد يريد تبقى كويسه، دي تبقى كويسه لو اشتغلت يعني. قول يا شعب الرب نشكره كل حين، إلهنا الأمين، نشكره كل حين، إلهنا الأمين. قولوا معايا من أنعم بالفداء الثمين، رنم من أنعم بالفداء الثمين. هلل للرب، قول معايا هللويا مجدا هللويا، شكرا شكرا هللويا، نسجد نسجد لاسم المسيح العظيم، نسجد لاسم المسيح العظيم. تعال نعبده بخشوع، نعبد بخشوع حبيبنا يسوع، نعبد بخشوع إلهنا يسوع، فهو يكفف كل الدموع، فهو يكفف كل الدم. هلل للرب هللويا مجدا هللويا، شكرا هللويا، نسجد لاسم المسيح العظيم، نسجد لاسم المسيح. آخر عدد تعالوا نشهد للجميع، نشهد للجميع عن حبه البديع، نشهد للجميع عن حبه البديع، فهو صفوح ودوما سميع، فهو صفوح ودوما سامع. هلل للرب هللويا مجدا هللويا، شكرا هللويا، نسجد لاسم المسيح العظيم، نسجد لاسم المسيح العظيم، نسجد لاسم المسيح العظيم. أيوة لاسم المسيح نسجد، أصل اسمه ده هو اللي فيه الخلاص وفي عظمة عمله، أصل اسمه يسوع ده يسوع الله يخلص، وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص يخلص، اسم يسوع المخلص اللي فيه خلاص شعبه. خلي بالك اسمه ده مش لقبه، الرب لقب
يسوع اسمه يسوع، اسمه المخلص. لما تاخد بالك كده في يوحنا واحد لما يجي يتكلم عن إلى خصته جاء وخصته لم تقبلوا، لكن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا ها أولاد الله. أي أتاري الحكاية كلها اسمه وعظمة اسمه وعظمة شخصه باسمه وفي فعله. خلاصه يسوع. انتوا عارفين النهاردة احنا في العهد الجديد لما نيجي نجتمع، احنا اذا اجتمع اثنين او ثلاثة ها لاسمه. اتاري الحكاية كلها حوالين عظمة اسم يسوع. وانا عايز اشجعك النهاردة لما تيجي تنطق باسم يسوع بايمان في ظروفك الصعبة، في امر مش لاقي له حل، ما تقعدش، سامحني في التعبير اللي هتسمعه ده، ما تقعدش تولول على اللي عندك ولا اللي في ظروفك ولا هتكفي منين بس يا ربي، يعني زي ما كانوا بيقولوا الصعايدة زمان، ويا ربي بس ليه كده. انا اشجعك النهاردة انطق امر اخر، اهتف هتاف اخر. تعالى النهاردة انطق اسم يسوع. فاكرين الآية الجميلة اللي بتقول لأنه تعلق بيها ونجي أرفعه لأنه عرف اسمي؟ ده مش عارف يعني إن اسم يسوع، ده هنا عرف اسمي يعني عارف مين هو أنا، عارف عظمتي. أنا عايزك تتمسك بده. التنيمة الجميلة اللي جاية بتنطق اسم يسوع وكتبها بيقول برفع اسم إلهي عالي الفوق، وراح قايل حتة جميلة كده بيقول له ينقص كل مالية وتزيد انت وحدك، تعلن حقك فيا يظهر كل ما أتاري الحكاية خضوع لإسمه لعظمته لقدرته. زي ما كنا بنرنم في أول تنيمة عن انت عالي فوق كل اسم. أنا عايزك تتشجع النهاردة، خلي بالك الكلام مش مكتوب كلام محفوظات زي ما كانوا بيحفظوا الناس زمان، يقولك اللي يحفظ يعرف ينجح، وعشان كده طلعوا مننا ناس كتير في اللي اتعلموا زمان، ناس يقولوا عليهم حافظ مش فاهم. يحمينا الرب ان احنا نكون كده النهاردة. برفع اسم إلهي موجودة عندي تلاقيها. كاتب الترنيمة دي من ضمن الحاجات يقول له يسجد قلبي أمامك وتزيد، ويقول له يسجد قلبي أمامك واقترب إليك طلبي مجد جلالك، قلبي وعيني عليك. يسجد قلبي، أنا عايزك تسجد بقلبك أمامه النهاردة وانت بتقول كده برفع اسم إلهي. يلا بينا يلا بينا. التنيمة دي ما تنفعش الواحد يرنمها هو قاعد. أيوة شكرا. كتب التنيمة يقول من ضمن الكلام الجميل بسكب عندك طيبي، انت طيبي ونصيبي، كل جمالي فيك، أشكرك لأجل عظمة شخصك. يلا تعال نرفع اسمه ونعظمه ونمجده ونسجد له. برفع اسم إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود. قولوا تاني برفع اسم إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم، ينقص كل مالية، قول ينقص كل مالية وتزيد انت وحدك، تعلن حقك فيا ظهر كل ما، قولوا تاني انقص كل مالية وتزيد انت وحدك، تعلن حقك فيا يظهر كل ما انت. برفع اسم إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتقول تاني برفع اسم إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا
فيا يا ربي يوم ورا يسجد قلبي أمامك، يسجد قلبي أمامك واقترب إليك، واقترب إليك طلبي مجد جلالك، قلبي وعيني عليك. قول تاني يسجد قلبي، يسجد قلبي أمامك واقترب إليك طلبي مجد جلالك، قلبي وعيني عليك برفع اسم إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسوق، برفع اسم إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم. آخر عدد بسكب عندك، بسكب عندك طيبي وانا عندي قدمي، انت طيبي ونصيبي كل جمالي فيه، بسكب عندك طيبي وانا عندي قدمي، انت طيبي ونصيبي كل جمالي فيه، برفع اسم إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بنس. آخر مرة برفع اسم إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بنس. أمين. استريح. تعالوا نروح لمشهد غريب شوية بعد صلب السيد المسيح، بس المشهد ده الحقيقة عايشين فيه ناس كتير، وأنا يمكن على قد ما عندي من نور أنا مش واعظ، لكن على الأقل هاخد حضرتك كده معايا نبص على المشهد ده ونشوف نفوسنا في وسط المشهد ده، ونشوف ناس كتير كمان من اللي حوالينا جوه المشهد الغريب ده. في لوقا 24 بيتكلمنا عن تلميذين، تلميذين مش اي يعني مش اي ناس، تلميذين، لكن شوفوا وجهة نظرهم، يمكن عدد 13 اظن، شوفوا وجهة نظرهم كانت في ربنا، مع ان دول تلاميذ، دول اصولا يكونوا شايفين شوفة مختلفة، يكون عارفين معرفة مختلفة، لكن هتشوفوا في الكلمات اللي دونها الوحي، وأنا بشكر ربنا جدا لأجل عظمة كتابنا المقدس، واللي أنا أؤمن جدا جدا بكل حرف، بكل نقطة محطوطة على حرف في كل كلمة من كلام الله، والناس اللي عاملين كده وصدقين ده عندهم نوع مختلف من اليقين، واقفين على أرض الصلبة كده وشايفين الأمور يعني لا تهتز بيهم. لكن تعالوا شوفوا الناس دول، أنا مش بقول ما نفكرش وما نتشككش في إن إحنا بمعنى إن إحنا يعني نتساءل. يوحنا المعمدان نفسه تساءل في يوم من الأيام، قال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ينفع نتساءل. اللي ما ينفعش في الموضوع ده النهاردة بس إني أتساءل، مش عشان أتعلم لكن أتساءل عشان أجادل، ما ينفعش، لأنه ده هيؤدي بي دايما إلى المجهول، اللا معلوم، أو أفكار لعدو الخير غريبة جدا تنفع، بدل فتحت الإناء، بدل فتحت العصابة أو الغطاء بتاع الإناء هتلاقي حاجات كتير بتورد على الذهن وأفكار ما لها حل وما لها حد. تعالوا نشوف الاثنين دول فكروا في الرب يسوع ازاي. وإذا اثنان منهم
حاضر، أنا مش شايف من بعيد بس مش أكتر يعني. وإذا اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم 60 غلوة اسمها عمواس. بص المشهد، وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث، اللي هو ما عرفتش ما سمعتش، اسمع كده، وفيما هما يتكلمان ويتحاورون بيتجادلوا بياخدوا يدوا، اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته. أمسكت دي مبنية للمجهول، خلي بالك مش الله اللي خلى عنهم ما تشوفوش، لكن السبب يعني الأقرب لذهني إنهم ما كانش عندهم الإمكانية إنهم يعرفوا. أمسكت أعينهما عن معرفته فقال لهما الرب يسوع، قال لهم كده، ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين؟ إيه التكشيرة اللي أنتم ماشيين بيها دي؟ إيه الموضوع؟ إيه القصة؟ أنتم إيه اللي حاصل معاكم مخليكم بكل هذا الأسى والعبوسة؟ فأجاب أحدهما واسمه كليوباس وقال له، إيه ده؟ هل أنت متغرب وحدك في أورشليم؟ أنت مش معانا على الكوكب ولا إيه؟ مش واخد بالك أنت ده الدنيا مقلوبة، أنت مش معانا، مش واخد بالك، مش شايف، مش عارف؟ اسمع يقول له، هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام؟ ويرد الرب رد عارف، هو بيقول له ما هي، ما هو ما قالوش بالضبط بيتكلم عن إيه، ما هي، إيه الموضوع؟ فقال المختص بيسوع الناصري الذي، بصوا شفتهم للرب يسوع كان شكلها إزاي، الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب. إنسانا نبيا، هو ده اللي انت بس شايفه، مش شايف حاجة تانية، ما شفتش انه المسيح، ما شفتش انه ابن الله، ما شفتش انه الملك المتوج، لا هما شافوا إنسان، يعني إنسان نبي مقتدر في الأقوال والأفعال. كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه؟ ونحن كنا، يعني خيب رجائنا الحقيقة، كنا متخيلين أنه يقدر يعمل حاجات تاني أكتر من كده كتير، كنا متخيلين أنه الأمر أعظم من اللي حصل ده بكتير، مش هو ده بالظبط اللي كنا عايزينه. وأحكي لكم كان الشعب كان بيفكر إزاي بعد ما نخلص قراية. ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، ولكن مع هذا كل اليوم له 3 أيام منذ حدث ذلك. بل بعض النساء منا حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر وإذ لم يجدنا جسده، أتينا قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا أنه حي. طب يعني ده مش كفاية إنه ممكن تشوفه؟ لا مش كفاية، نكمل. ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء، وأما هو فلم يروا. فقال لهما، طبعا الرب هنا يقصد بأيها الغبيان، هنا مش إنه يهنهم، لكن بيقول لهم أنتوا إزاي مش قادرين تستوعبوا، ده كان مقصد الكلام. أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان، وأنتوا مش واخدين بالكم أنه ده كان المفروض هو اللي يحصل، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ، يا صبرك وطول أناتك يا رب يسوع، ابتدأ من أول موسى والأنبياء، ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. ثم اقتربوا إلى القرية التي كانا منطلقين إليها، وهو تظهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد، فألزماه قائلين، امكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار. فدخل ليمكث معهما. اسمع بقى،
فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما. اسمع، فانفتحت أعينهما وعرفاه. يا كل ده وهو ماشي معاك، كل ده وهو من قبل كده، كل ده وهو موجود في الحياة وموجود في الأخبار وموجود في الخدمات وموجود في الاختبارات ولم تعرفوه بعد. لما انفتحت عينيهم عرفوه، ودي يمكن تكون طلبتنا النهاردة. ثم اختفى عنهما، رجعوا فقال بعضهما لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ إيه؟ آه صحيح، ده كان معانا، ده كان بيكلمنا، ده كان بيقول لنا، وقلوبنا كانت برضو يعني في حالة كده مش عادية. لكن تعالوا شوفوا عملوا إيه. فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم، ووجد الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم، وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة، قام وظهر لسمعان. أما هما فكان يخبراني بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. أنا ما عنديش نقط وبقولها بالسجع والكلام، أنا عندي أفكار بسيطة من خلال الترنيم. أحكي لك مثلا في الترنيمة الجميلة اللي جاية دي عن عظمة هذا الشخص وصبره وطول أناته. يمكن نلاقي ترنيمة بتقول اسمه يسوع أروع اسم في الحياة، اسم يسوع أروع اسم في الحياة والوجود. كاتب الترنيمة دي بيحكي عن شخص مختلف عن كل الناس. هتلاقوا في الأعداد بتاعت الترنيمة دي واحد بيحكي عن شخص هو عارفه اختبره للدرجة اللي فيها، وهو بيتكلم عنه بشوفة مختلفة. اسم يسوع أروع اسم في الحياة والوجود. كتب الترنيمة من ضمن الحاجات اللي يحكي، لا هي مش هتلاقيها، هتلاقيها في الفولدر بتاعي فضلك. يحكي عن عظمته، لو ما لقيناهاش أنا هرنمها برضو، يعني أرنمها على قد ما عندي نور. يعني كتب الترنيمة دي يقول كده: لك السجود والكرامة تعود كل إنسان ولسان يعلنه، أنت العظيم اللا محدود. كتب الترنيمة وهو بيتكلم عن اسم يسوع، مش بس أروع شخص وأروع اسم، لكن أروع من وطأت قدمه هذه الأرض. الحقيقة في صبره، في أناته، في حنيته، في لطفه، في محبته، في حتى رده على أعدائه، في الفريسين اللي كان عارفهم بيعملوا ايه ويفكروا ازاي يوقعوه، وكان يرد عليهم بمحبة. ازاي كان شايف ان الموضوع ان الخطاط والعشرين ده هو جاي مخصوص عشانهم، للدرجة اللي فيها بيقول لا يحتاج الاصحاء الى طبيب للمرضى، انا جاي عشان دول، وبحب الوحشين مش لانهم وحشين بس، لكن لانهم ما لهمش حيلة، لانهم اتولدوا بخطيتهم، وانا جاي مديلهم ايد الحب والحنان. كاتب الترنيمة الجميلة بتاعت اسمه يسوع أروع اسم في الحياة والوجود. من ضمن الحاجات الجميلة يكتب عنه أنه طويل الروح، كثير الرحمة. وأنا هشجعك النهاردة تسمع عنه على هذا النحو، وتتشجع من جديد وانت بتسمع عنه، تتمسك به من جديد، وتفرح أنه هذا الإله لك إلها. اسمع كده. أمين له المجد. اسمع كده، اسمع بس. اسم يسوع أروع اسم في الحياة والوجود، ينبوع وجود، لك السجود والكرامة تعود. اسم يسوع أروع اسم في الحياة والوجود، ينبوع وجود، لك السجود والكرامة تعود. كل إنسان ولسان يعلنون أنت العظيم لا محدود. أختارك ستر الأمان بل وحضنا يأويني،
إذ أنت لي ماء الحياة يروي روحي يحييني أشكرك أختارك ستر الأمان بل وحضنا يأويني أنت لي ماء الحياة يروي روحي يحييني فحبك يأسرني يحصرني بل يسري في شراييني فيك أنا أحيا حياة الروح بل وأوجد لك أنا أعيش العمر طول أمجد فيك أنا أحيا حياة الروح بل وأوجد لك أنا أعيش العمر طول أمجد أشكرك وأعبد وأسجد وأحمد لك المجد أردد اسمع كده أحتاجك خلا حبيبا ليس لي عنك بديل تكون لي ربا مشيرا لحياتي والدليل أحتاجك خلا حبيبا ليس لي عنك بديل تكون لي ربا مشيرا لحياتي والدليل تقودني تحفظني ترشدني تنير عمري والسبيل تنير عمري والسبيل قولوا معايا اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع ذا نصيب ذا فداء ذا حبيبي يجوع ذا نصيب ذا فداء ذا حبيبي في الطريق رفيق في الطريق رفيق اشكرك في المسير يبقى خلي يبقى خلي في الحياة ذا حبيبي يا جموع اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع اسألوني عن يسوع حبه بين الضلوع ذا نصيبي ذا فدائي ذا نصيبي يا جموع ذا نصيبي ذا فدائي ذا حبيبي يا جموع قولوا معايا هللويا 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 لس يا خالق الأكوان الناس هللويا 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 الاسم يسوع هللويا 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 الاسم يلا من الأول قولوا معايا يا خالق الأكوان والناس بنسمة فيها حياة كل الخليقة والأجناس هتسبح اسم الله هللويا 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 لاسم يسوع هللويا 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 لاسم يسوع هللويا 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 لاسم يسوع المن نازل من السماء ومش بيعجيا ايدك تشبعنا بالرضا وتخفف
الأوجاع. هللويا 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 لاسم يسوع. هللويا 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 لاسم يسوع. هللويا هللويا هللويا. تعال نقول عنه حنان ورحيم. حنان ورحيم وطويل كمان وعاضد الساقطين شافي منكسر القلوب ومقوم المنحنين. هللويا 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 لاسم يسوع. 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 هذا الاسم العظيم الاسم الحسن اللي دعي علينا النهاردة. أدعوك يا شعب الرب من جديد النهاردة أن تعود لهذا الاسم، مش لمجرد تسمية موجودة بنسمعها، لكن إزاي الواحد يتشدد بهذا الشخص من جديد وبهذا الاسم يتقوى من جديد. والناس اللي فاهمة ده عارفين إنه بيباركوا اسم واحد زمان اسمه أيوب. اسمه إيه؟ أيوب. قال كده رب أعطى والرب أخذ. ها؟ ده بيبارك الرب برغم كل اللي بيحكي عنه من ظروف، مش ده اللي فارق، لكني سأعظم وأبارك الرب وأعظم اسمه بغض النظر عن اللي حاصل. في ناس كل اللي شايفاه في شخص الرب إنه شخصية تاريخية عدى على الزمان كده وهو معدي، وعدى وكان شخص لطيف وكويس. مرة أيام شغلي زمان قبل ما أسيبه قابلت شخصية عظيمة من الأسامي المعروفة يعني. بعدين في وسط الكلام وإحنا بنحكي كده قال لي ما تقوليش ربنا يعمل ويساوي، أنا عندي مبدأ تاني مختلف. أنا عندي اللي يشتغل يلاقي، اللي يذاكر ينجح، اللي ياخد الدواء يخف. ما تقعدش تقولي ربنا يقدر ربنا يعمل. قلت له اللي أنت بتقوله صح، بس في شخص فوق كل الأمور دي يستطيع أن يصنع العجب بأمور الحياة، وأنا حاطط نفسي جوه مشيئته، جوه إرادته، جوه اللي هو عايزه، عشان كده مسنود ومستريح. وحاسس زمان كان في تلميذ، أنا قلت له الحكاية دي، قلت له زمان كان في تلميذ مسمي نفسه التلميذ الذي كان يسوع يحب. تعالى، هو أنت بس اللي بيحبك؟ يقول لا، ده أنا بس مستمتع بهذا الشخص كمان لا يوجد آخر في الأرض يستمتع به. وكان لما يجي يقعد كان يجي يتكئ على صدره أو في حضنه. أنا شجعك يا شعب الرب من جديد، ما يبقاش كل القصة شوية معلومات. ده في ناس على فكرة، في ناس عندها معلومات أكتر بكتير من حضرتك، بيدرسوا المعلومات دي عشان يجادلوا بيها. بنشوفهم كتير على النت، وفي منهم ناس بيدخلوا يعني يحكي لك من أول. أنا مش عايز أدخل في القصة دي، عايز أمشي في الخط اللي أنا فيه، لأن أنا حابب بس أحكي لكم عن عظمة هذا الشخص والمشية معاه والعيشة لي. وأقول بلسان مختبر ليس كمختل العقل، بل أقول كلمة الصح زي ما قال بولس الرسول، إن هذا الإله العظيم مش بيدور على حد عشان يخلي له عيشته كويسة ويكتر له اللي عنده من الخير. بالمناسبة ربنا ما وعدش إنه يكتر اللي عندي قد ما وعد إنه يبارك في اللي عندي، وإن القليل اللي عندي ينفع يكفي، وإن اللي موجود هو يقدر يبارك بيه. أصل القليل يا حبيبي الذي للصديق خير من ثروة أشهر كثيرين. الإله اللي معرفته ما تبقاش عن المعلومات من بعيد، وواحد يدرس معلومات عشان يجادل بيها أو يحكي عنها أو يوعظ حتى بيها،
لكن يعيش بها. هذا الشخص المجيد لما شاف التلميذين دول في هذه الحيرة عمل حاجة جميلة، اقترب إليهما بنفسه وابتدى يساعدهم يشوفوا كأنه عارفين العيال الصغيرين لما نجيب صباعه كده يقول حط إيده على الحاجة يقول له احفظ دي، يجيب إيده كده ويمسكه ويخليه يكتب معه عشان يتعلم يكتب. هو عمل كده معاهم وقعد يحكي معاهم وطول صبره عليهم في طول السكة وطول الرحلة زي ما بيعمل معانا. هنرنم بعد شوية ترنيمة بتقول يلي بطول الرحلة معين ويلي بديت الرحلة معايا. أنا أشجعك في الوقت اللي جاي ده تستعيد لذهنك عظمة هذا الشخص اللي أحيانا كتير هو موجود، ماشي الحال بنصلي له، بس لما تيجي حاجة مش عجبانة مش زي ما احنا عايزين نقول له أنت هو أنت بعدت ليه؟ هو أنت مش موجود؟ على فكرة هو لا يبتعد، الوعد لينا ان هو عن كل منا ليس بعيد، ليس بعيد. طب افرض انا بعدت، طب ما هو يقول لي خلاص انت بقى اللي بعدت، يلا امشي بقى شوف سكتك شوف طريقك يا حبيبي. لا، هو الحقيقه لا، حتى لما بعد هو لا يبتعد. وعندي من القصص المئات لناس بعدوا وانا واحد منهم في يوم من الايام، ولقيته قريب أقرب بكتير مما كنت متخيل. وأنا النهاردة أشجعك تنفتح عينيك وتعرفه من جديد، مش عشان خاطر المشهد بتاع الصلب والقيامة واليومين الحلوين دول، التانيمة اللي جاية تشرح لك الموضوع شوية. كاتبها يقول له أنت مش أنا، مثلا من ضمن الحاجات يقول له أنت لي المن الذي يشبع قلبي لا يجوع القلب حش. ده أنت النهر الذي يرويني ربي نفسي لا تحترع، ده فيك ما أرجو وأكثر، أنت للنعماء مزحق. النعماء مش هي النعمة بالمناسبة، عشان أنا قلت الكلام ده كتير على الميديا بس هقوله تاني. النعماء هنا اللي بيتكلم عنها فاكرين الآية اللي بتقول حبال وقعت لي في النعماء فالميراث. زمان كانوا بيقيسوا مش بالمتر، كانوا بيقيسوا بالحبال، يعني لما يجي يحد يقيس لحد الحقل بتاعه عشان يملكهوله يقيسهوله بالحبال. بس في ناس كانت بتقيس بحبال سخية كده، يعني مش كده، لا كان بيديله حق وشوية يكرمه في المقاس بتاعه. هنا كاتب المزمور كاتب الآية الجميلة دي بيقول حبال وقعت لي في النعماء، أنا اللي أسلي بالحبال أكرمني واداني أكتر بكتير مما أستحق، فيك ما أرجو وأكثر، أنت للنعماء مصدر كل خير موجود في الأرض يا حبايب، مصدره الرب. صحيح تشتغل وتتعب زي ما كان بيقول لي صاحبنا ده، وده موجود معه، ده من يعني من تعبك تأكل، ده حاجة موجودة وتنفع، بس في بركة مش موجودة للناس اللي ما يعرفوش الرب. بتلاقي كتير اللي عندهم مش بيباركهم ليه؟ لأن الموضوع ببساطة هم بعيد عن ذهنهم شخصه، هو عايز يشتغل أكتر وكل ما يشتغل أكتر يحوش أكتر ويجمع إلى مخزن أكبر، متخيل أنه يا نفسي كلي واشبعي وافرحي لك خيرات كثيرة للسنين كثيرة. الصوت ده جاه قال له في يوم من الأيام يا غبي يا غبي، فكل معادلات الناس لإشباع الحياة بظروف الحياة بشكل يعني يبسط الإنسان من جواه. في زمان ترنيمة قديمة كانوا بيرنموها في الجمعية زمان بيقول يا ما فتشت في كل مكان على السعادة الحقيقية، أكيد لقيت بس سعادة مش حقيقية، يقول لا ده أنا ما لقيتش سعادة خلاص، فلم أجد غير الأحزان والذل. ده المعطيات التي يقدمها العالم في هذه الأيام خصوصا. وأنا أشجعنا قوي النهاردة تعالوا نقول له فيك ما أرجو أكثر. كاتب الترنيمة الرائعة دي دكتور زكريا وضل كتب كده آخر عدد في الترنيمة دي في النص يقول له أنت لي الراعي وفيك لي يا سيدي كل الكفاية، وعدد 4 يقول له أنت في العرش لأجلي، ده عظمة ما صنع لنا برضو المسيح كمال لعمله الجميل على الأرض، هنا طلع فوق في السماء لينا دلوقتي شافعا فينا. شكرا لي لأنه هو الوسيط الوحيد بين الله والناس، وما فيش وسطاء، الوسطاء يمتنعون، ما فيش غيره، مش بس ما فيش زيه، ما فيش غيره،
ما في ليس بأحد غير يسوع المسيح الخلاص. وأنا أشجعك في آخر عدد يقول له أي شكر يا حبيبي وفديني، يا إلهي كيف أشكر، أي حمد أشد كي أهديك مني، مهما كان أنت أكبر. تفضل الكبير في عيني، تفضل اللي مالي قلبي وحق. تفضل القريب، تفضل المعطي، تفضل أقول إيه ليك المجد والسجود والعظمة، وحدك تستحق تاخد ترنيمي وأفكاري وحياتي وقلبي وظروفي وبيتي وما عندي وما في يدي. فالكل منك وبك ولك لك المجد. يلا تعالوا نقول له فيك ما أرجو أكثر. تحبوا تستريحوا تقفوا؟ يلا بينا. اللي عنده أي مانع أنه يقف، عنده أي مانع صحي أو كده، يحاول يقف معانا ويقول ويتشجع. تعال نرنم للرب من كل قلب. قولوا معايا من الأول. أنت لي المن الذي يشبع قلبي، لا يموع القلب حاشا، حبك النهر الذي يرميني. رب معايا، نفسي لا تحتار عطشا. شكرا يا رب، في كما أرجو وأكثر، أنت لي نعمائي مصدر، أنت لي نعمائي، أنت الراعي، أنت لي الراعي الذي يرعى وجودي، لا يخاف القلب وحشا، أنت للحسن وفيك كل جودي، من عدايا لست أشكرك، فيك ما أرجو وأكثر، أنت لي نعمائي مصدر، أنت لي نعمة كل الكفاية، فيك لي يا سيدي كل الكفاية، أنت يا ربي يسوعي، فيك لي يا منقذي كل الحماية، أنت يا رأسي الرفيع، فيك ما أرجو وأكثر، أنت لي نعمائي مصدر، أنت لي نعمة في العرش لأجلي. أنت قولوا أنت في العرش لأجلي يا شهر، تضمنوا تضمنوا كل حي. أشكرك فيك كل حاجة ربي يسوع. نعم يا معيني بل فرنم، فيك ما أرجو أنت لي نعمائي مصدر، أنت لي نعمائي مصدر، أي شكر يا حبيبي يفديني. نعم يا إلهي كيف أشكر، أي حمد أشد كي أهديك، مهما كان مهما كان أنت أكبر، فيك ما أرجو وأكثر، أنت لي نعمائي مصدر، أنت لي نعمائي. تعال نقول القرار ده بس. كم أنت حلو لحياتي يا يسوع، أبهجت قلبي ومسحت لي الدموع، من لي سواك في السماء أرتدي، من معك أبغي أو أريد في الربوع. كم أنت حلو 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 يا طيب. تعالوا الآخر عدد. إن عرفتني حبك ربي كم يكون، أخجلتني إذ أن حبي لا ين، فلتعطني فلتعطني أحبك يا سيدي، حبا شديدا ثابتا كما ترون، حبا شديدا ثابتا كما ترون. قولوا معايا، كم أنت حلو لحياتي يا يسوع، أبهجت قلبي ومسحت لي الدموع،
من لي سواك في السماء أرتجي، من معك أبغي أو أريد في الربوع. كم أنت حلو 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 يا يسوع. استريحوا. فانفتحت أعينهما وعرفاه. صلاتي النهاردة مش ان انت تنبسط بشوية الترانيم اللي اتقالوا، لكن صلاتي النهاردة ان الرب يدينا فتحة العينين دي، مستنيرة عيون اذهاننا. اصل يا حبيبي فتحة العينين دي تقدر تديك السبب وتقدر تديك النور اللي ليه. اول ما تلاقي واحد ماشي يخبط وهو ماشي عمال يخبط كده وكده، تعرف انه على طول مش شايف. هو مش قصده ابدا انه يفضل يخبط في نفسه ويفضل. شكرا. هاتلي الميه يا فرج من فضلك. شكرا يا حبيبي. شكرا. اتاري الحكايه ان واحد شايف واحد مش شايف. حتى على فكره ده في المؤمنين. فمرة الرب يسوع شافها واحد، ولما جه شافها كان محتاج لمسة تانية. كان عنده شوفة كده، بيقول كان بيرى الناس كأشجار يمشون، ولما خد اللمسة التانية ابتدى يشوف وعينيه نورت. وأنا نفسي قوي الرب يكرمنا النهاردة بفتحة العينين دي. أرجوكم عشان خاطر الرب وخاطر نفوسكم ونفسياتكم، اوعى تقول الكلام اللي الناس طول النهار تقوله. وهنعمل ايه؟ والغلا والظروف والاسعار والدولار والسولار والخضار، عارفين، والتجار. انا اشجعك النهارده، يعني غني في نغمه تاني، غني في عظمته في مجده في رفعته في قوته في سلطانه. انت عارف سلطان اسمه ده اللي احنا هو يمكن اسم يسوع الناس اتعودت عليه، لكن انت عارف ان سلطان اسمه ده في ناس بتترنم بيه طول ما هو ماشي، طول ما هم ماشيين بيرنموا اسمه، سواء بالكلام او باللحن او بالنغمة بيقولوا عن عظمة اسم يسوع، بيتمسكوا بيه، بيتشددوا بيه، بيفكروا فيه، بيتغنوا في حياتهم عنه. استأذنكم ثانية. أتري الحكاية عن عظمة اسم يسوع. كاتب الترنيمة الجميلة اللي جاية دي بيقول كده: يا يسوع اسمك ترنيم شعبك أحلى ما عنده أغلى مني. أول الترنيمة يقول أحلى اسم نرنم بيه. كاتب الترنيمة دي بيتكلم عن عظمة اسم يسوع، بيقول إن شعبه شعب الرب يسوع المسيح وهو بيرتحل في البرية عنده اسم عظيم يترنم بيه، اسم يسوع. أيوة، يا يسوع اسمك ترنيم شعبك أحلى ما عنده وأغلى ما ليه. كاتب الترنيمة يقول أحلى اسم نرنم بيه. فيها عدد الترنيمة دي يقول له اسم جلالك يفضل لينا راية نصرة وعزنا بيك، عارفين اسمك كل طريقنا هو نجاتنا وغالبين فيه. ده أحلى اسم نرنم بيه. آخر عدد يحكي لك برضو عن تجمعتنا، يقول لا هنسبح وهنذكر اسمك. فاكرين الآية بتقول لإسمك ولذكرك شهوة النفس. شكرا للناس اللي حافظة. الناس اللي بتذكر اسمه وبتشكره في كل يوم في اسم الرب يسوع. عارف لما تيجي لو انت عندك احساس بالضغط على ذهنك، اذكر اسم يسوع، تكلم عنه لذهنك واستنجد بيه هذا الاسم، تخاف منه قوات الشر. اسم يسوع لما ينطقه المؤمن وهو عارف عظمة الاسم اللي بينطقه، عارفين السلطان المعطى لأولاد الله، الامتياز اللي هو اللي احنا لسه حكينا عنه، لكل الذين قبلوا الرب يسوع المسيح أعطاهم امتياز، اداهم الحق، اداهم حق القدر، اداهم الملكية، اداهم السلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. لما تيجي تنطق باسم يسوع في موضوع معين، أنت مش بتذكر تعويزة، أنت بتذكر عظمة اسم ليه قدر في ذهنك وقلبك وحياتك. تعالى انطق اسم يسوع
على حياتك يا شعب الرب. ما تخافش من اللي جاي، ما تخافش من اللي بيقولوا الناس. اوعى تقول زي ما بيقولوا هنعمل ايه، بس يا رب الحكايه والظروف الحسبه الموضوع هيمشي ازاي. صدقني مشاهم 40 سنة في البرية. خلي بالك بقى، لا كان عندهم سوبر ماركتس ولا حتى كان عندهم أدوية، لكن الرب كان بيعولهم حتى أحذيتهم في أرجلهم لم تبلد. صدق، أنت مصدق ولا هو كلام بيتقال؟ أصلي النهاردة أن تنفتح أعيننا من جديد فنعرف حق المعرفة. مرة زمان الحبيب الراحل أبونا مكاري كتب كده، قال له دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن لألا تمضي الفرصة وينتهي زمن. فمريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فتح. عارف ليه؟ أصل هي أكرمته قبل، فهمت. مريم سجدت عند رجلين الرب يسوع 3 مرات، مرة لما أختها كانت بتحضر أكل. وبالمناسبة أنا قلت الكلام ده امبارح وقلته في الميديا برضو، بس هقوله تاني النهاردة. بالمناسبة دي الحاجة إلى واحد مش معناها إلى شخص واحد، والترانيم تطلع الحاجة إلى واحد والناس ترن. الحاجة إلى واحد اللي بيتكلم عنها إلى صنف واحد، إلى أكلة فيها صنف واحد يكفي. ده اللي كان بيقصد المقصود للناس اللي بتقرأ فيكم. أنا مش بدعي معرفة أصل اللغة، بس أنا قريت الكلام ده وفرحت بيه. الحاجة مش لأشياء كتير، أقل حاجة هتنفع تكفي. لكن مريم كانت سجدة مع أن مرثا كانت بتخدم، ومرة تاني سجدت عند قبر العازر، ومرة تالتة لما العازر قام وجي الرب يسوع والتلاميذ قبل على طول الفصح ودخل البيت كلهم مشغولين. اللي بالأكل، مرثا كانت بتحضر أكل برضو، ربنا يباركها، يعني كان موضوع الأكل يعني هممها قوي، بس كتر خيرها قلبها حلو يعني. والتلاميذ قاعدين يشوفوا ويبصوا ولقيوا قارورة الطيب طالعة من عند واحدة لسه ما اتجوزتش، واصولا الطيب ده يكون الناردين خالص كثير الثمن. ايه ده معقوله دي يا خبر يا معقوله حد يعمل كده؟ ده مبالغ فيه قوي الكلام ده. واحد فيهم اللي اسمه يهوذا، يعني الكتاب بيقول عنه كده، يقول عنه في الحته دي انه ما كانش بيقول الكلام ده لان هو قلبه على الفقراء. قال لو اتخذ الفلوس دي وتحطت للفقراء، شوفوا العقليات الاستراتيجيه اللي زي ده، لو ده خد هنا ورحنا عملنا ده وودينا ده هناك لما نجيب ده هنا. عارفين الناس اللي تقعد تفت وتهري على رأي الرجل الطيب بتاعنا. المهم الغريب اللي في القصة دي، بيقول الكتاب عنه، كتب كده عن يهوذا، بيقول ان ما كانش ده عشان قلبه على الفقراء، لانه كان سارق. يا خبر، يحمينا الرب من هذا النوع من تفكير العالم. بس البنية الجميلة دي اللي جت سجدت عند رجلين الرب يسوع 3 مرات فهمت، صنعت هذا لتكفيني. تلاميذ كلهم ما كانوش فاهمين وهي كانت فاهمة، مفتوحة العينين، مفتوحة الذهن. وعشان كده حتى ما راحتلوش عند القبر عشان خطر تجيب له الأطياب والحنوط، لأنها عملت صنعت هذا لتكفيني. إيه الجمال ده؟ حيثما يبصوا المكافأة بتاعت الرب يسوع، حيثما يكرز بهذا الإنجيل يخبر بما صنعته هذه الفاهمة اللي ليها العينين المفتوحة. يا شعب الرب، احنا محتاجين من أول وجديد نقدر عظمة ما صنعه الله لنا بيسوع المسيح. اللي عارف الترنيمة دي يقول معايا، وبعدها سمعكم ترنيمة جميلة. قولوا معايا، أحلى اسم نرنم بيه، بنقوله أو بنغنيه، يا يسوع اسمك ترنيم شعبك، أحلى ما عنده أغلى ما ليه، أحلى اسم نرنم بيه، يسوع 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 يسوع، اسمك عالي حلو وغالي على قلب الشعب اللي فادي، أحلى اسم نرنم بيه، أحلى اسم نرنم بيه،
باسم جلالك يفضل ليها راية نصرة وعزنا بيه. عارفين اسمك كل طريقنا هو نجاتنا وغالبين فيه. أحلى اسم نرنم بيه يسوع 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 يسوع. اسمك عالي حلو وغالي على قلب الشعب اللي فادي. أحلى اسم نرنم بيه أحلى اسم نرنم. آخر عدد هنسبح وهنذكر اسمك بالروح نفرح بمعانيه. حواليك نتجمع تباركنا وتنسينا اللي نعانيه. أحلى اسم نرنم بيه يسوع 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 يسوع. اسمك عالي حلو وغالي على قلب الشعب اللي فادي. أحلى اسم نرنم بيه أحلى اسم نرنم بيه. وأنا بختم كلامي بس عايز أوصل لكم معلومتين صغيرين. مش كل الناس اللي بتشوفها في الكنائس دي عارفين عظمة شخص الرب يسوع ولا حتى عظمة اسمه. المعلومة التانية المهمة إنه لما بتتفتح العينين بتشوف أمور مختلفة خالص عن اللي شايفينها باقي الناس. فاكرين الراجل رجل الله كان لما كان شايف اللي على الجبل واللي حاصل وغلامه مش شايف غلامه مش شايف. فصلى صلاة عجيبة جدا رجل الله قال كده يا رب افتح عيني الغلام. وانا اشجعك النهاردة تكون دي صلاتك لنفسك ولمن يحبوك. افتح عينينا افتح عينينا نشوف امورك نشوف يا رب الامور زي ما انت شايفها مش زي ما الناس شايفها. نشوف شخصك في عظمتك في مجدك في مش مجرد انسان نبي يعني بيعمل شوية معجزات لكن ده إله الكون الذي ليس بأحد غيره الخلاص. كاتب التنيمة الجميلة اللي جاية دي وهسيب الفرصة بعد كده. خير خير. طيب اديني طلعي لي التنيمة من فضلك اللي بتقوله بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر. في عدد التنيمة دي بيقول كده اديني عينين تشوفك. أشكرك. اديني عينين تشوفك وتصدق بالإيمان إن ما فيش أمر يفوتك وفي إيدك السلطان. يا لو رنمنا العدد ده بشوي يعني بشيء من بالروح وبالذهن أيضا. لما تيجي ترنم ده لما تيجي ترنم ده صلي صلي وانت مصدق قوي إنه ينفع جدا إنك تستمتع بشوفة العينين بشوفة العينين الروحية مش العينين دي. العينين دي بيجي لها وقت كده وتغبش وتبربش والواحد هو صحي شايف حاجة وفي النهار شايف حاجة وبالليل شايف حاجة تانية ومية بيضة ومية زرقة ومية بني وحاجة غلب. لكن اللي أنا عارفه كويس عارفه إنه في عينين روحية لما بتتفتح بتشوف حاجة مختلفة بتشوف حاجة مختلفة. تصدق بالإيمان إن ما فيش أمر يفوتك وفي إيدك السلطان. هشوفه وهشوف الظروف بعنيه وهشوف الأمور في حقيقتها. فانفتحت أعينهما وعرفاه. يلا تعالوا نرنم الكلام الجميل ده وبعديها ناخد وقت نصلي بسيط كده واسيب الاجتماع هسلمه للحبايب. الرب يباركنا ويشجعنا في زمن صعب كترت فيه كل حاجة ما بتعجبش الرب. تعالوا تعالوا النهارده مش هقول ننعزل لان ننعزل كلمه مش مظبوطه. نعتزل دي الكلمه المظبوطه. اعتزلوا يا شعبي. انت يا شعبي لازم تكون بتفكر بطريقه تاني. ننعزل يعني نروح نقعد في الصحراء مع احترامي للناس اللي بتعمل كده. لكن نعتزل نبقى موجودين فيهم نعيش لوحنا في العالم ولا يحيا العالم جوانا قال كاتب الترنيمه.
وأنا أشجعك النهاردة، سيبك من اللي بيقولوا الناس، ما تمشيش ورا الناس، ما تعومش على عوم الناس، ما تغنيش على نغمة الناس. كل واحد يا حبيبي بيغني على اللي عنده وعلى اللي شايفه. أنا هرنم بشكله، هرنم اسمه، هرنم عظمته، هرنم سلطانه، هرنم مجده، مش هرنم ضعفي ولا إنسانيتي، هرنم عظمته وسلطانه. تعالوا نقف آخر مرة ونرنم الكلمات الجميلة. قولوا معايا، بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأرض، كل الخيوط في يدك وأمين بطول العمر. قولوا تاني، بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك وأمين بطول العمر. ليك الكلمة الأخيرة مهما عالي عالي وإيدك قديرة، قلبك مليان حنان. ليك الكلمة الأخيرة مهما قالوا في كلام، عالي وإيدك قديرة، قلبك مليان حنان. صالح انت ومحسن، صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما السنين، ما تخافش. صالح انت ومحسن، صالح بطول العمر، وفي سترك انت نسكن مهما السنين بتمر. قول معايا، مهما الظروف تعاني وان مرت الازمه، تفضل تفضل بتقود وساند في اصعب الاوقات. مهما الظروف تعاني وان مرت الازمات، تفضل بتقود وساند في اصعب الاوقات. ما بتدي إلا الخير مهما المشهد ظلام، كله بأمرك يصير، دي وعودك مش كلام. ما بتدي إلا الخير مهما المشهد ظلام، كله بأمرك يصير، دي وعودك مش كلام. تفاصيل العمر عندك حاسبها بالطب، وحياتي وحياتي هي ملكك، حبك أفضل ضمان. تفاصيل العمر عندك حاسبها بالإتقان، وحياتي هي ملكك، حبك أفضل ضمان. اديني عين تشوفك وتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك وفي إيدك السلطان. قول تاني، اديني عنين تشوفك وتصدق بالإيمان، ده مفيش أمر يفوتك وفي إيدك السلطان. يا حبيبي ساعدني أشكر، أسلم واخضع لك، واخضع لك ربي واصبر، امتى حكمك صحيح. يا حبيبي ساعدني أشكر، أسلم واستريح، واخضع لك ربي واصبر، امتى حكمك صحيح. خلي بالك من العدد ده، يتبعني خير ورحمة دايما وفي كل يوم، اكلي احسن برقفة فوقي دايما. قول تاني، يتبعني خير ورحمة دايما وفي كل يوم، اجليل احسن برقفة فوقي دايما يدوم. قول معايا، وانا تايه بتراقبني وبترسل كل ضعفي، تشفع لي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي. وانا تايه بتراقبني وبترسل كل ضعفي، تشفع لي وتعالجني وبنعمة ترد نفسي. غمض عينك معايا وصلي، يمكن يكون في ترنيمة في الآخر ولا حاجة، بس صلي دلوقتي. قول له أنا نفسي عينيا تتفتح من جديد، قول له أنا نفسي يا رب أكون شايفك
بعنين إيمان مفتوحة، مش شايف ظروفي وقاعدة ولول عليها، مش شايف اللي حاصل ربما حتى في المجتمع الديني، لكن تعالى يا رب النهاردة افتح عيني عليك من جديد. خلي ذهني يستنير بشخصك، يلي مكتوب عنك نظروا إليه استناروا ووجههم لم تخجل، يلي الوصية بتقول لنا عن شخصك ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. خد بإيدينا في زمن صعب، اجمع رب شتات أذهاننا وأفكارنا وأمورنا، اكرمنا النهاردة رب نكون بتتفتح عنينا فنراك. آه يا سيد، لو رب النهاردة أكرمك في أنك يبعت لك كلمة أو ترنيمة أو حتى يعني لفظة كده في النص وسمعت معاك، جربت ترد على الرب تقول له أشكرك لأنك كلمتني، يلا جرب ترفع عينيك من على نفسك ومع اللي حواليك، وجرب النهاردة تثبت عينيك على شخصه فتعرفه أكثر. بص الرسول قال عنه كده، لأعرفه من تاني، الآن يا دوبك أنا أعرفه بعض المعرفة، ده أنا كنت عالم عنه وأمنت بيه، لكن أنا نفسي كمان يكون عندي إيقان موقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي. يلا تشجع النهاردة وقول للرب أنا عايز معرفة جديدة لشخصك، معرفة أعمق وأكثر من مجرد شوية الأفعال الخارجية أو اللي حاصل حواليا. ثبت عيني عليك، عرف نفسي ازاي تحبك وازاي اعمل رضاك زي ما بتقول حتى ترنيمة مدرسة الاحد، عشان مش اكون على هوى الناس وزي ما الناس عايزة، لكن اكون ازاي في ملء مشيئتك صانع مرضاتك كل زمن العمر. اشكرك من كل القلب لاجل صلاحك يا محب البشر، وشكرا ليك لاجل عظمة ما لنا فيك، وشكرا لشخصك والعظمة يا رب صبرك ولطفك وطول أناتك ورحمتك ونعمتك وأمانتك وصلاحك. ما أعظم شخصك في أعيننا في هذا الصباح يا رب. أنا بصلي لأجل شعبك في هذا المكان يا رب وفي كل مكان يجتمع لإسمك، أصلي يا رب رفعة جديدة وبركة جديدة وشوفة جديدة يا رب، ممتلئة إيمانا في شخصك يا رب من جديد يا رب، نعود من جديد يا رب، نرتمي في حضنك يا رب. حلولنا دايما بتبوء يا رب، حتى لو بالحلول المؤقتة، لكن في الآخر بتوصل إنه الموضوع من عندك وإنت الوحيد اللي تعرف تحله. تعالى وكرمنا النهاردة رب براحة وسلام عميق في شخصك رب، تعالى اكرمنا نروح نشهد زي ما رجعوا التلميذين دول وشهدوا عنك وقالوا عنك، ورجعوا لم يبالوا بالعناء ولا بالرحلة تاني من جديد ولا بالرجوع في الليل، لكن رجعوا رب يحكوا عن عظمة شخصك وعظمة لقائهم بيك. خلي في أفواهنا رب تلك الشهادة المفرحة التي يحتاجها العالم في هذه الأيام بكل قوة. خد بإيدينا في زمن صعب كترت فيه كل حاجة ما بتعجبكش، اكرمنا نكون الناس اللي بيعجبوك، تستخدمهم بركة أينما ذهبوا، شهادة أينما صنعوا وفعلوا، في وسط جيراننا، وسط الناس، وسط الناس اللي حوالينا في الأشغال، وسط الناس اللي بنتعامل معاهم. خليهم يجوا يسألونا عن سبب الرجاء اللي فينا فنجيب. اكرم يا رب، اكرم كل واحد فينا، تكون انت في بيته، اسمك عالي في بيته، اكرمنا تكون على أبوابنا وعلى حياتنا دماؤك زي ما كنا بنرنم، اكرمنا تكون العالي الكبير في أعيننا، اللي لما نيجي نتسأل عن ظروفنا أو هتعمل ايه نقول الله يرى ويدبر، الله صالح، الله يعرف ويعلم. اكرمنا في كل ما سمعنا ان احنا ناخذ الكلام ونعيشه فنفرح قلبك بما اسمعتنا. شكرا ليك لاجل هذا المكان المفتوح، وشكرا ليك لاجل رب
القناة اللي بتبث يا رب بتبث هذه الاجتماعات. بشكرك جدا لأجل استخدامك للميديا يا رب، وبشكرك جدا لأجل وصولك لناس ما كناش نعرف نوصلهم، وانت دلوقتي بتوصل لهم صوتك وإيمانك. شكرا ليك من كل القلب لأجل كل ما تصنع معنا، لحد ما يجي اليوم القريب جدا اللي بنستناه كلنا، انك توافينا من سماء مجدك يا رب، فنرحم من كل أمور العالم والأشياء التي في العالم، ونعيش يا رب معك ومعا بلا شائبة حزن ولا وجع ولا مرض ولا فراق ولا ليل يوجد فيما بعد، إلى أن يحين هذا الحين احفظنا نرنم الكلمات دي ماشي في البرية معايا، ماشي وساند إيدي عليه، واسمع وعدك افرح بيا ولازم يكمل فرحي فيك، طول معنية ليك مرفوع، يفضل قلبي بيك مرفوع، واتعب لما بحول عيني عنك وابقى في فقر وجوع. اكرمنا بمثل هذا التفكير الى ان يحين اليوم اللي نكون فيه بنراك بعيون الاجساد الممجدة، فنفرح ونعطيك المجد ونرنم لك ترنيمة المستحق، ونقول لك ان تأخذ المجد والكرامة لانك ذبحت واشتريتنا من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، إلى أن يحين هذا الحين احفظنا ليك في هذا الهتاف، بنقول لك آمين. تعالى أيها الرب يسوع لك كل الحمد، آمين آمين. استريح. طبعا استمتعنا قوي بالوقت اللي قضيناه مع أخونا نصر، كان بيركز قوي على أنه عينينا تنفتح على معرفة الرب يسوع. احنا عينينا دلوقتي بدأت تنفتح على إيه؟ على المشاكل وعلى الغلا وعلى السياسة وعلى الاقتصاد، عينينا مفتوحة على الحاجات دي. دي اللي أمسكت أعيننا عن إن إحنا نرى الرب يسوع، ولما نشوفه هو يمسك عينينا عن الحاجات دي. دلوقتي هناخد في فقرة حلوة قوي، أخونا عاطف أنتوا عارفين إن هو موهوب قوي في الشعر، عشان كده هيقول لنا رسالة برضو عن طريق موهبته اللي أعتقد عن أنا غشتها عن كفارة المسيح. بعرف أغش. انفتحت عيونه. ربنا يفتح عينينا على كل تساؤل أو معضلة في حياتنا، طبعا بدليل الحياة اللي هو كتاب المقدس مع الروح القدس اللي المسيح جه ومات واتصلب وقام. سألت الله ليه الألم؟ ليه الموت؟ ليه المرض؟ ليه زلازل؟ ليه حروب؟ ليه الشر والخير انقرض؟ ده انت خلقتها لآدم وحواء جنة، كانت ليهم بلد. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي فرق الأب والولد؟ بعد ما كانوا أحرار مستورين ليهم سلطان، فرحانين إن الله ليهم وجد. كله خير، مفيش شر، مفيش عنف، وبيلعب الغزال مع الأسد. آدم قال العصيان زينه إبليس ليا من فم حية، أكلت من الثمرة الردية، وديت إبليس مكانة الله فيا، اديت إبليس مكانة الله فيا، وأصبح الموت حق عليا، واجب الدفع ومليش دية، سلطاني ضاع من إيديا، سلبوا الشيطان قدام عينيا، عهد كتبوا عليا، بقى هو رئيس العالم وأنا عبد مقصور بالخطية. وبعد ما كنت مع الله في عز، بقيت عريان مرعوب من كل صوت اتهز. مين يرجعنا تاني للجنة؟ مين يحررنا من شيطاننا؟ مين على الله يصالحنا؟ مين يكسينا ويسترنا؟ بأقمصة جلد صنع صانعنا، مش ورق تين مش نفعنا. مين يكفر عن خطيتنا؟ مين ياخدنا تاني لحضن خالقنا؟ محتاجين مخلص ايده قوية، أقوى من قبضة إبليس الرزية. محتاجين فادي
محبته إلهية، يضحي بنفسه عن كل البشرية، أزلي أبدي كامل قدوس بلا خطية. آدم تاني أخير يوفي العدالة السماوية، ومين فيه كل الصفات دي؟ إنسان تجسد إلهي ينقذ الإنسانية. آه يا الله الحقنا بحل، عقلنا من كتر حيرته تشل، ومن طرقنا قلبنا اتعل، عايزين ضميرنا يستريح وتشفي كل قلب جريح. نور عينينا، فتح عينينا على طريقك بإعلان واضح وصريح. ومن كتابك افتكرت أبونا إبراهيم، فديت ابنه بكبش، لكن حيوان فدى إنسان ما ينفعش، والخطية من غير سفك دم ما تتغفرش، وباب القلب اللي عليه دم ما يهلكش. أتاريه رمز لحل لغز، حب وعدل ما يتفقش. معظمك يا رب، إله عادل ورحيم، وفى أجرة الخطية بدم كريم. أنت بقدرتك الإلهية تنازلت بجسد في البشرية، بذل دمه فدى الإنسانية، بآدم أخير بكلمة الله وروحه يسوع المسيح المسيح. زين تكون ناصف في ترنيمة الرب شغلني بيها، خاصة احنا بنقول يسوع مات وقام، بس هو كمان حي فينا. هيقودنا دلوقتي أخونا ناصف في ترنيمة يسوع حي في. فذا نشيد غلبتي يسوع حي فيا، وذا ضمان نصرتي يسوع حي. تعالوا في الكام دقيقة الأخيرة تعالوا نقف مع بعض نشكر الرب جدا لأجل عظمة ما أسمعنا في هذا، حتى الكلام الجميل. أنا ما كنتش متفق مع الأخ الحبيب على كلام تقريبا رجع لنا الخدمة، هو في الكلام الجميل اللي سمعنا. ربنا يباركك ويخليك، شكرا للرب لك. تعالوا نهتف هذا الهتاف الجميل، يسوع حي فيا. فذا نشيد غلبتي يسوع حي فيا، وذا ضمان نصرتي يسوع حي فيا. جربوا معايا، نشيدي يعلو بالهتاف وكذا التمجيد، والصبح والترنم لسيدي المجيد. شكرا للرب. فذاك ربي الذي سكناه في أغلب وأنشد، فأغلب وأنشد يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا. فذا نشيد غلبتي يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا. وذا ضمان نصرتي يسوع حي فيا، يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. قول معايا، شكرا لك في موكب نصري تقود، يبقى شعاري دائما، يبقى شعاري دائما، يسوع حي فيا، يسوع حي فيا، يسوع حي
فيا يسوع حي فيا يسوع حي فيا فذا نشيد غلبتي يسوع حي فيا يسوع حي فيا